تجاوزنا 9000 اصابه اليوم. اليوم موقف الوبائي خطير، وكان لوزارة الصحة قبل قليل بيان مهم منعه على وسائل الإعلام طبعاً، أولها وكالة الأنباء العراقية مشكورة. اليوم سجلنا 9189 إصابة جديدة خلال 24 ساعة فقط. هذا رقم خطير جداً وغير مسبوق، يعتبر أكبر أو أعلى رقم سجلناه منذ بداية ظهور الجائحة في العراق. نعم. بكل صراحة وزارة الصحة المعنيون إدارة الوزارة والخبراء في مجال الصحة العامة لم نتفاجئ، وتوقعنا وحذرنا ربما من هذه المنصة، من هذا البرنامج الكريم، ومن خلال باقي الفضائيات وباقي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حذرنا من هذا اليوم قبل أشهر ربما أن عدم الالتزام سيؤدي حتما كنتيجة طبيعية وعلمية إلى حدوث حالة تشيع وبائي، خصوصا مع ظهور سلالات جديدة. صحيح أن السلالة اللي حاليا ساحل العالم او ما تعرف الهنديه لحد الان لم تسجل في العراق، لكننا لا نستطيع ان نضمن عدم دخولها. احنا لاحظنا كيف ان بلدان متقدمه لم تستطع ان تمنع دخول هذه السلاله، حاولنا واتخذنا الاجراءات التي من شانها منع دخول هذه السلاله، لكن لا نستطيع ان نضمن عدم دخولها خلال المده المقبله.